ما حكم لعب الأطفال التي على أشكال الحيوانات والطيور؟ لا تجوز، لأنها تماثيل، لأنها تماثيل لذوات الأرواح، فلا تجوز لا للأطفال ولا لغيرهم. ولا نربي الأطفال على الصور والتساهل فيها، لكن قد يحتج من يقول بذلك بأن عائشة كانت صغيرة وكان عندها شيء من اللعب على شكل صور. فالجواب عن هذا أنها التي كانت عند عائشة إنما هي خرق وعيدان، ما هي مثل الصور الموجودة الآن المنحوتة المصنوعة التي حتى إنها تتحرك، فيها كهرباء وفيها شيء تتحرك، وحتى إنها تنطق مسجل فيها تسجيل، فهي تشبه الصورة الحقيقية، تضاهي خلق الله عز وجل. هذه لا تجوز ولا يجوز بيعها وتداولها. نعم.